عندي كلام على مودس ومستني اشوف صورته النهارده بتترجم في التمرينه. طيب لو فاروق جاهز خلينا نبتدي مع زميلنا فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي في الجزيره، نطمن على تمرينته النهارده والاجواء، اجواء ما قبل مباراه ومواجهه ميداما الغانيه. فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز انضم يضم صوتي لصوتك في المرحله القادمه، مرحله صعبه جدا للنادي الاهلي. الاهلي بيستهل طبعا مشواره الافريقي امام فريق ميدياما. ايضا زميلي احمد تطرقت للعناصر وامور كتير جدا، سواء مودس سواء فتره الراحه بالنسبه لمستر كولر كان بيعمل فيها ايه، ايضا اللعيبه المصابين. اكيد كل الاسئله دي بتدور في اذهان كل جماهير النادي الاهلي، اكيد هنجاوب عليها من خلالك باذن الله. طيب بداية يمكن سمعت أخبار كويسة أو جات لي أخبار كويسة عن رضا سليم، وإنه خلال أيام أعتقد إنه يعني هيخضع لفحص طبي النهاردة، هيتحدد على أساسه إمكانية إنه يكون قريب جدا بيشارك في تدريبات الجماعية للنادي الأهلي بدون التحامات، وده ممكن يترجم عند كتير من الناس إنه رضا ممكن يلحق بمشاركة الأهلي في كأس العالم. آخر تطورات رضا سليم يا فاروق. يعني خليني في البدايه يعني زميل احمد فتحت ملف المصابين، نبدا طبعا برضا سليم. رضا سليم النهارده كان بيبدا مرحله الجري حول الملعب، هو كان بالامس بدا في هذه المرحله على مدار اليومين. من المقرر ان شاء الله يوم الخميس القادم باذن الله يتم اجراء اشعه لرضا سليم، يعني يطمن من خلالها الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، ويحدد من خلالها المرحله اللي جايه هتبقى ايه. ينزل طبعا التدريبات وياخد يعني امور خاصه بيه بدون الالتحامات، دي كلها امور هتتضح طبعا بعد ما نطمن من خلال الاشعه اللي هيتم اجراءها يوم الخميس القادم. دي يعني اللحظه او الوقت اللي انا شفت فيه رضا سليم وهو بيجري حوالين الملعب، في ابتسامه وفي ثقه باذن الله، في تفاؤل عند رضا سليم. خلاص تجاوز مرحلة صعبة جدا، إن شاء الله المرحلة اللي جاية تبقى مرحلة قصيرة بإذن الله، من خلالها إن شاء الله يكون جاهز مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. أيضا زميل أحمد عايز أطمنك على علي معلول. علي معلول طبعا الغياب للفترة الأخيرة بعد شعور أو يعني شكوته من شد في العضلة الخلفية. خليني أقول لك إن شاء الله علي معلول من المقرر غدا بإذن الله إن هو يجري إشاعة أخيرة، لكن المؤشرات كلها إيجابية. إن شاء الله مدى جاهزية علي معلول إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا يكون جاهز مع النادي الأهلي لمباراة ميدياما الغاني بإذن الله. ايضا بطمنك بقى، ومن الحاجات المهمه جدا عمرو السوليه، عمرو السوليه ومحمود متولي اللي بيشاركوا خلاص في المباراه الوديه دلوقتي. يعني حاليا زميل احمد الاهلي بيلعب مباراه وديه ما بين الفريق النادي الاهلي وعناصر مطعمه من فريق الشباب. عمرو السوليه وعودته يعني تقدر تقول كده عامل دويتو وثنائيه مع امام عاشور في خط وسط النادي الاهلي. الاهلي بيلعب بفرقتين، فريق بالرداء الاحمر نص الملعب اللي فيه عمرو السوليه بجوار امام عاشور، الجانب الاخر الفريق بالرداء الاسود في نص الملعب بتشوف كريم ندفيد طبعا بجواره محمد مجدي قفشه. عايز اقول في تنوع شويه، عوده عمرو السوليه اضافه قويه جدا، عوده ايضا محمود متولي لخط دفاع النادي الاهلي عوده قويه جدا طبعا. دي من الامور المهمه جدا الخاصه باللعيبه العائدين من عايز اعرف منك يا فاروق كمان ايضا أكرم. على طاهر اتفضل. اكرم وطاهر، يعني يمكن طاهر كان اشتكى من اتفضل يا فاروق اتفضل. بالظبط زميلي احمد اطمنك على اكرم توفيق. اكرم توفيق بيشارك في المباراه الوديه، يعني فيش اي مشكله خالص. اكرم توفيق في مركز الظهير الايمن، يعني تقدر تقول اكرم جاهزيته يعني ما فيش اي مشكله خالص، جاهز ليه مباراه ان شاء الله مباراه ميدياما الغاني. بالنسبه لطاهر محمد، طاهر كلام اتقال اصابات والامور دي، خليني اكد لك الامور. طاهر محمد طاهر شعر باجهاد خفيف، بالتالي عمل يعني جلستين علاج طبيعي، والنهارده كان بيعمل جلسه علاج طبيعي. ان شاء الله طبعا يعني يوم الغد باذن الله هيكون في يعني اختبار اخير ان شاء الله لطاهر محمد طاهر، يكون من خلاله ان شاء الله جاهز ايضا للمشاركه في مباراه ميدياما الغاني. تقدر تقول ان ده الملف الخاص باللعيبه المصابين. نتطرق طبعا ونروح طبعا لو وقتك يسمح. لا خليني بس من خلالك اسمح لي اسمح لي، يعني يمكن هو ما كانش مصاب او مش يعني مش من قائمه اللعيبه المصابه، لكن الحقيقه يمكن انا عندي اخبار من يعني او تفاصيل مرتبطه بمودست، انه الفتره اللي حصل فيها التوقف عشان الاجنده الدوليه مودست كان بيخضع لبرنامج مكثف، وانه على كل المستويات، على مستوى اللياقه على مستوى الوزن، في فرق كبير جدا بين مودست اللي ظهر في مباراه الجونه، صحيح كان مسجل فيها وعامل جون يعني ادانا بارقه امل، لكن كمان الناس بتقول انه حاله مودست البدنيه والجسمانيه ومن ناحيه الوزن حصل فيها تطور كبير جدا في خلال فتره التوقف دي. يا ريت لو تجيبوا لنا كادر على او صوره من الصور لمودست في التمرين النهارده.
كلام صحيح زميلي احمد. خليني اقول لك ان الفتره الماضيه مودست خضع طبعا لبرنامج تاهيلي مع تيتسان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، يعني اشتمل على كتير جدا من المحاور. الشكل اللي بيظهر عليه مودست يعني خليني اقول لك في الاثناء دي بيظهر بشكل مميز جدا في المباراه الوديه، ده الامر الخاص بمودست. ايضا في نقطه مهمه جدا زميلي احمد خاصه بمستر مارسيل كولر، يعني فتره الاجازه بالنسبه لمستر مارسيل كولر ما كانتش فتره راحه، بالعكس الراجل كان يعني جمع كل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي منذ انطلاق الموسم، تكلم في 13 مباراه الفريق خاضهم. مستر كولر قعد تابع المباريات مباراه مباراه، شاف الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي، شاف الايجابيات والسلبيات، اتفرج على فريق مدياما الغاني، بدا ان هو خلاص بيحضر طريقه اللعب واسلوب اللعب اللي هيواجه بيه فريق مدياما. الامر لو كان بالنسبه للاعبين او يعني او للجمهور ان هو فتره راحه، بالعكس كان في برنامج موضوع لكل لاعب على مدار الايام اللي حصلوا فيها الاجازه. مستر كولر الفتره كلها بالكامل قعد يتابع كل المباريات اللي الاهلي لعبها خلال الفتره الماضيه، يشوف الايجابيات والسلبيات، الاخطاء اللي وقع فيها الفريق. انتظر يعني منتظر باذن الله كلنا كل جماهير النادي الاهلي تكون بدايه مهمه جدا للنادي الاهلي وانطلاقه جديده ان شاء الله بدءا من مباراه مدياما. خليني برضو زميل احمد اكد لك على جاهزية اللعيبة الدوليين اللي في ستار كولر فضل انه يريحهم النهارده من التدريبات ويديهم فترة راحة أكتر. فريق غدا إن شاء الله هيكون أجازة من التدريبات، كل اللاعبين الدوليين باللعيبة الموجودة مع النادي الأهلي هتكون موجودة في أول تدريب للنادي الأهلي إن شاء الله يوم الخميس القادم، يبقى عندك تدريبين الخميس والجمعة إن شاء الله 48 ساعة قبل مباراة مدياما الغاني، اللي إن شاء الله يعني أنا من اللي أنا لمسه في التدريب النهارده هتكون بداية انطلاق للنادي الأهلي مهمة بإذن الله. سؤال أخير، وأنت جوه النادي عندك معلومات عن ملعب المباراة اللي تستضيف المباراة الأهلي ومدياما يا فاروق؟ يعني خليني اقول لك حتى هذه اللحظه يعني الكلام ما بين استاد القاهره وما بين ملعب السلام، لكن الامر يعني ما عنديش المعلومه الكافيه بهذا. طيب بهذا انا بشكرك يا فاروق، بشكرك يا فاروق على كل المعلومات اللي اديتها لنا على تمرينه الاهلي النهارده.